النهارده الدكتور علي المصلحي وزير التموين هيعلن خطه اعاده هيكله منظومه دعم الخبز بالشكل اللي يحقق رفع كفاءه وجوده المنتج النهائي. الوزاره كانت اقترحت مضاعفه قيمه نقاط الخبز 100% ليتم صرف مبلغ بقيمه 20 قرش عن كل رغيف لم يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم باربع ارغفه يوميا، ده بدل من 5 كان بيتم صرفها قبل كده، وده بناء على ابحاث قامت بيها الاداره العامه للدراسات وبحوث التكاليف بوزاره التموين. لمزيد من التفاصيل معانا على الهاتف الاستاذ محمد سويد مستشار وزير التموين. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. في البدايه كنا عايزين نتكلم عن جزئيه تحرير سعر الدقيق واللي هيعلنه الوزير او هيعلن عن تحرير سعر الدقيق، هل من وجهه نظر حضرتك شايف ان ده هيقلل منظومه الفساد فيما يخص موضوع الخبز؟ شوف، هقول لحضرتك الاول، احنا بنقول للساده المواطنين انه دعم الخبز ده بالنسبه للحكومه المصريه هو امن قومي ولا يمكن التخلي عنه، عشان بس ما يبقاش الموضوع هناك لبس. المواطن لن يمس في هذه الخطوه، بل بالعكس نحن نهدف الى رفع كفاءه وجوده الخبز الذي يصل اليه بنفس السعر. الدولة حضرتك بتعتمد سنويا ما يقرب، يعني السنة دي في الموازنة العامة للدولة 85 مليار لدعم الخبز والسلع التموينية، منهم 45 مليار لدعم الخبز. هذا الدعم لابد أن يعاد النظر في طريقة تقديمه حتى يصل إلى مستحقي بالفعل. في المرحلة الأولى من اللي احنا بنتكلم عليها، إن النهاردة بإذن الله هيكون في عقد ثلاثي هيوقع ما بين وزارة التموين وما بين المطاحن وما بين المخابز. ببساطة كده لازم نبقى عارفين انه القمح اللي بتشتريه الدولة ما يقرب من 10 مليون طن سنويا، هذا رقم كبير جدا، احنا اكبر مستورد للقمح على مستوى العالم. وهذا يعني مش عايز اقول لحضرتك ليس شرف، يعني ان احنا اكبر مستورد، لانه ده بيستنزف منا كثير من العملة الصعبة، ولكن علينا ان ندير هذه المنظومة بكفاءة بما يضمن عدم زيادة هذه الكميات وبالتالي مزيد من الضغط على استخدام العملة الصعبة. في العقد الجديد هيكون بموجبه أصحاب المطاحن سواء مطاحن القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضا المخابز شركاء وليسوا مجرد أدوات في المنظومة. لا نخون أحد، ولكن إن شاء الله ابتداء من 1/8 هيكون صاحب المطحن أو المطاحن عليها أن تشتري القمح من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر. تمام يا فندم. طيب عند الجزئية دي هم يشتروا بالسعر الحر، في المقابل هيتم رفع الشوال من 122 جنيه حاليا ل 180 جنيه بالنسبة للمخابز. هنا إيه ضمانة إن الرغيف يوصل للمستهلك بشكل جيد؟ إيه ضمانة إن صاحب المخبز ما يوفرش، أو خلينا نقول البعض ما يوفرش في حجم وفي في شكل رغيف الخبز علشان يقدر يحقق أكبر مكسب ممكن عشان يعوض فكرة تحرير سعر الدقيق اللي اتحسب عليه؟ سؤال حضرتك مهم. هنا بيع الدقيق للمطاحن أو للمخابز بالسعر الحر لا يعني على الإطلاق المساس بالدعم، ولكن يعني تحويل المال العام إلى مال خاص. يعني إيه تحويل المال العام؟ في السابق يتم التعامل مع القمح اللي هو السلع زي ما حكيت لحضرتك استراتيجيه وبتستهلك عمله صعبه على انها مال عام، وبالتالي في النقل بيتم هناك فاقد واهدار، فيها التخزين فاقد واهدار، في الطحن كانت تمام. هناك هنا دي العلاقه كبيرة. دي العلاقة ما بين الدولة وأصحاب المخابز، إنما بقى العلاقة ما بين صاحب المخبز والمواطن نفسه، إيه ضمانة جودة المنتج؟ هكمل لحضرتك. في هذه الحالة إذا اشترى صاحب المطحن أو المطحن القمح بالسعر الحر وده بناء على مواصفات، سوف يكون ملزم بتسليم الدقيق للمخبز بناء على مواصفات. وهذا يعني هذه نقطة كنا نفتقدها، لسبب لأنه في قاعدة بتقول إذا كان هناك دقيق جيد سوف يكون هناك خبز جيد. دي أول نقطة اللي هو المواطن. ثانيا، فكرة التهريب اللي طول عمرنا بنسمع عنها، تهريب الدقيق، لن يكون هناك تهريبا للدقيق لأنه كل واحد شاري القمح والدقيق بسعره الحر. وصولا إلى المواطن بقى اللي هو سؤال حضرتك، المواطن لديه دعمه الكامل على البطاقة الذكية. البطاقة الذكية دي مش عليها 5 قروش، البطاقة الذكية دي عليها 60 قرش عن كل رغيف بياخده المواطن.
في هذه الحالة سيصبح المواطن هو صاحب الحق الأصيل في أنه يشتري من هذا المخبز ويكافئه على إنتاجه الجيد، أو يمتنع عن الشراء منه ويشتري من مخبز آخر، وبالتالي لن يحاسب صاحب المخبز على أي جرام يخبزه ولا يشتريه المواطن. طيب فندم، عايزه اسال فيما يخص بقى صاحب المخبز، لو هو قام مثلا بان هو زي ما بيقولوا كده ضرب كروت زياده وجه بعد كده قرار تحرير سعر الخبز، هل الدقيق هل ده هيروح عليه خلاص ولا هيقدر برضو ان هو يغش في الموضوع ده؟ في هذه المنظومه يتم، يعني مش عايز اقول لحضرتك، اولا بعد تدقيق قاعده البيانات اللي احنا شغالين عليها اللي هي بتتعلق بالكروت الذكيه، لن يكون هناك لصاحب المخبز امكانيه في انه يضرب كروت، لانه في حاله انه يضرب اي كارت من كروت المواطنين سوف يذهب ثمن القمح مباشره الى هيئه السلع التموينيه، وبالتالي لن يكون مستفيد من انه يضرب كارت. كان الاول لما بيضرب كارت العيش للمواطن بينزل الفلوس في رصيده هو، دلوقتي مش هينزل الفلوس في رصيده، وبالتالي لن يكون لديه دافع لكي يعمل عمليات خاطئه بالنسبه لما يسمى بضرب الفلوس. ايه نوعيه العقوبات اللي هتكون موقعه على اللي هيتجاوز؟ العقد نفسه اللي هيوقع النهارده بيشمل مجموعه من العقوبات تتدرج ما بين في حاله انه ضرب الكروت او الاستيلاء على جزء من حصه المواطنين، دفع ضعف هذه الحصه بالسعر الحر، تتدرج العقوبه حتى تصل الى الغلق شهر وثلاث شهور وسحب الترخيص اذا استمر في المخالفه او تكررت المخالفه خلال سنه واحده. لكن احنا بنقول بنبدا بحسن النيه، وان شاء الله نتوقع ان يكون هناك التزام، لانه في هذه الحاله لن يكون صاحب المخبز اجير عند وزاره التموين او عند الحكومه، ولكنه سوف يكون شريك وصاحب يد في هذه المنظومه الجديده باذن الله. استاذ محمد، يعني احنا بنتكلم عن الموضوع ده بقالنا اسبوعين، بنتكلم عن ان في كلام ان هيبقى في تخفيض لحصه المواطن، بنتكلم عن ان في كلام ان هيبقى في تقليل لسعر الدقيق من غير اي تاكيدات حكوميه، بقالنا اسبوعين تحديدا بنتكلم في القصه دي، ومفيش اي وجود حكومي او تصريحات من وزاره التموين، ده ما يعملش حاله من البلبله عند الناس وبعد كده يبدا بقى الاجراءات الرسميه بعديها باسبوعين، دي ما تعملش حاله من القلق عند الناس؟ ما هو الحقيقه انه تحرير سعر الدقيق والعقد الثلاثي ليس له علاقه بتقليل حصه المواطن الى اربع ارغفه من عدمه، لانه هذا الموضوع موضوع منفصل اللي هو دراسه اجريتها زي ما حضرتك ذكرتي اداره البحوث والتكاليف في الوزاره، وكانت بناء على احصائيات موجوده من شركات البطاقات اللي هي بيستخدمها المواطن لما بيطلب كل يوم ويشتري، وكان هناك متوسطات تتراوح ما بين 2.5 و3.8 من 10 الى 3.5 من 10 رغيف في المحافظات المختلفه. ده بيخلينا احنا اولا بس اكد لحضرتك على نقطتين، لن يتم تقليل لميزانيه الدعم، ميزانيه الدعم ثابته وموجوده، ولكن هناك حرص من المواطن والدوله على حسن اداره وكفاءه هذه المنظومه. اذا كان يا فندم هناك خبز يشاركنا في استخدامه المواشي والدواجن ويستخدم كعلاف، فهل من الممكن ان ننتظر او نسكت على هذا الموضوع؟ بالتاكيد لا يرضي المواطن ولا يرضي الحكومه، لكن دي دراسه كانت اجريت، واحنا حتى الموضوع متروك لحوار مجتمعي، بنسمع اراء الناس وبنرصدها وبنحللها فيما يتعلق بهذا الموضوع، بنشوف بالفعل هل ممكن يكون اربع ارغفه كافيه، خاصه وانه احنا استعدنا عن الاربع ارغفه دول في الدراسه بزياده نقاط الخبز 100%، وزياده نقاط الخبز 100% تعني تمكين المواطن من الحصول على سلع بديله للخبز زي المكرونه وزي القرص. بالظبط بدل ما تبقى حصه 15 جنيه في الشهر تبقى 24. تمام، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا استاذ محمد سويدي، سويد مستشار وزير التموين، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا واهم حاجه ان احنا في المكالمه دي اتاكدنا او اكدنا على ان لا مساس برغيف الخبز، المواطن يجب ان يطمئن في هذا الشان. تاني حاجه انه نتمنى ان العقوبات اللي هيتم انزالها على اي حد متجاوز تكون عقوبات فعلا رادعه، ما تبقاش قوانين كده حلوه وهي مكتوبه كده نعلقها في النجفه ونلاقي الناس ماشيه بمزاجها جدا، لان دايما بنقول من امن العقاب اساء الادب، فلو في دايما عقاب رادع اعتقد انه نسبه الفساد بشكل عام هتقل.